عسلامة مصر. عسلامة أختي العزيزة. لاباس. ربي عينك. عيشك ربي فضلك. عرفنا عليك. أنا لطفي خدام نخدم على روحي وكل شيء فهمتني أختي العزيزة. معرس مستقر في حياتي. عايش في البلاد بها بخيبتها بكل شيء. ديما عايشين فيها وديما نحمد ربي ونشكروه. هو الحمد لله وشكر لله هو راه. هي قناعة راهي أختي العزيزة. نحكي اليوم على مدى اهتمام المواطن التونسي بنظافة البلاد نتاعو، نظافة تونس. مش لهي به الحق ما ولا لا، سير بالأخص الشباب نتاع تو ما في بالوش، يرمي وين يجي يحط وين يجي. هو مثلا واحد نظاف تو عيطوا له زبال حشاك ما يجيش. عاون النظافة. عاون النظافة، أنا قلت لك أنا هو نظيف فهمتني، ينظف البلاد، هما يطيحوا له بقيمته فهمتني أختي العزيزة. وليت أختي العزيزة تخرج من دارك ترقى قدام دارك الأوساخ، ما نقولوش حاجة أخرى، نقول الأوساخ بإذن الله فهمتني، ما نعموهاش فضلات فهمتني. التونسي ما عادش يهمه أعطيه قدام داره ما يموت في دار غيره. نحن ماذا بينا نسوا البلاد، ماذا بينا نرجعوا البلاد. جميلة كانت كما قبل، كانت جميلة جميلة البلاد، كانت جميلة البلاد، كان واحد يحلو فيها العيش وكل شيء. تو ما عادش يحلو فيها العيش بعبادة، مش هي راهي، هي بلاد هي بيدة قاعدة هي بيدة، أما عبادة هي ما عادش تحلو فيها العيش مع العباد نتاعها فهمتني أختي العزيزة. شبيهم العباد مسو؟ العباد تبدلت كومبليتمون. من ناحية؟ من ناحية الفكر والعقل وكل شيء. لافين على الدنيا يجري ورا الدنيا يا اختي العزيزة، نساو كل شيء، اعطيه يلم فهمتني، ما عادش يلم لا شيء يهمه في النظافة ولا يهمه في كذا، اعطيه يلم باش يعيش ولاده ولا يعيش صغار ولا فهمتني كيفاش اختي العزيزة. بون المناخ تبدل والعيشة تبدلت وكل شيء، أما هي بيدة معناتها الدنيا هي بيدة ما تبدل فيها شيء. فهمتني اختي العزيزة؟ كي نحكيو زادا من ناحية جمالية العاصمة، مثلا الانتصاب الفوضوي. ما عادش، الانتصاب الفوضوي اختي العزيزة كثر فيها برمشي لبرشلونة برمشي لكذا وتو تراه اختي العزيزة، تو يخدموا على رواحهم مسيح ربي يعينهم. أما بالنظام مش كيما كي اختي العزيزة، أنا نصاب أنا زادا اختي العزيزة. أنت نصاب؟ أنا نصاب اختي العزيزة. مين مسيو طن؟ نصب في لافايات على مستوى، مش ننصب كيك اختي العزيزة، ننصب على مستوى. وبلاصتي ديما نخليها نذيب. قبل ما نكمل نخليها نذيب. أنت زادا تتصاب معناها ماكش قانوني هكا ولا؟ مش قانوني لا باش نكذب عليك، نخلي أعطيني أنت أعطيني أختي العزيز. وكبر. راهي تقتل وكل غالي. اخزر لي أختي العزيز، نعطيك أنا نحكيك على روحي أنا. أعطيني أنت وفر لي أختي العزيز. أعطيني باش فهمتني، وتو تراني نخلص ولا ما نخلصش. فهمتني؟ أعمل أنت قانون وكل شيء والانتساب وكل شيء. زاد واحد باش ياكل خبز منين باش ياكل خبز أختي العزيز؟ ماذا ما عادش خدمة هذه باش نخدم أنا تحت العباد وكل شيء ما عادش يساعدني. باش يعطيك 20,000، 20,000 ما تجيبليش حق خاوي. نشرب 4 قهوة كل يوم، قهوة المزمرة ب 4500. فهمتني؟ باقي دخان وكذا وكذا، خلاف مصروف دارك هذايا راه. قداش عندك أنت معناها في الخدمة هذايا في الدومين هذايا؟ أنا كنت نمشي نمشي نجيب السلعة من برا ونجي فهمتني؟ مني من برا؟ نمشي على ليبيا نمشي لتركيا فهمتني كيفاش؟ 2001 و2000 فهمتني كيفاش؟ استقريت. من بعد أختي العزيزة ما لقيتش، وليت أما بأختي مش نصاب راه كيما نصاب الآخرين راه أختي العزيزة. كنت كان نصاب على مستوى اختي العزيزه فهمتني، نبيع بالكيف. شبيك وكانك حاشم بيهم؟ لا والله العظيم لا، نصدق من حاجه زعما واحد يصدق من حاجه ياك من الخبز يحشم. انا مش حاشم من خدمتك، حاشم بالنصاب الاخرين. لا اختي العزيزه احتراماتي للنصاب، اما مش كيما هكاك اختي العزيزه. بنيضة. وين الغلط بالضبط؟ وين العزيزه يشد الكياس يحط في الماده، يهبط من الماده يحط في الكياس، العباد ما عادش تنجم تمشي في الكياس فهمتني اختي العزيزه. الواقع راه وين انا قلت لك انا راني منهم، اما نتنظموا. هو العالم كامل راهو الكل، راهو العالم كامل في العالم راهو الانتصاب هذايا، مش في تونس برك، راهو في فرنسا المغربيات في باريس جابوه بعد التوري فيها اختي الناس بين وكل شيء فهمتني. اما بنيضة وقت تكمل نظم بلاصتك اختي العزيزه، تخليها شكاك نظمها بلاصتك باش يحترمك، حتى باش يجي باش يشري ما عندك يلقى بلاصه مسخه ما يشريش ما عندك. انا واحد من الناس كيلقى بلاصه مسخه ما ناخذش منها فهمتني. كي تبدا نزيف وكل شيء، حتى تبدا نزيف الناس كل تجيك اختي العزيز، الناس كل تجيك. ما كيك رعواني ما عادش رعواني. وقتاش بديت في العمليه؟ العمليه هذيا بديت من بوم من الثوره، باذن من الثوره وانت جاي لهنا فهمتني، من الثوره وانت جاي فهمتني. مش قلق مثلا؟ لا انت وسلوك اختي العزيز، ثم القلق هو برتو، اما انت وسلوك انت مش قلق. القلق يجيك الحاكم يهزلك سلعتك ويفكها لك وكل شيء، ومن بعد مثلا فهمتني، ولا تو يعدي حتى بالواحد بالسجن. قلت لك سلعه؟ لا الحمد لله، خليش من روحي انا الحق. انا حتى كي يجيني واحد نحكي معاه باحترام نقول له انا غلط مشني غلط، باش نكذب عليك نقول لك مشني غلط. اما كان تعمل زي كان في مستطاعك بس سامحني، سامحني مش مستطاعك بس سامحني يا خويا اللي ترى صالح اعمله.
هذا فهمتني كيما برشا زيد قاعده السلعه نتاعهم تتفك وقاعدين هنا نشوف فيهم معناها يوميا اختي العزيزه تقريبا اللي يبقاو معناها راهو هو مليسك على المر كلمه مر من اختي العزيزه نعطيك انا كلمه وخليها الناس بكري راه لو انت معرس ما توفرش لدارك ما توفرش لمرتك باش تاكل باش تشرب زو منين مش خلص زو منين مش خلص ماك فهمتني الزو الماك ترى فيه اختي العزيز تراكمات انا عندي فاتوره نتاع زو كاينه زخره على قلبي حتى والله العظيم هاي نحكي لك كل ما يزيدوا حكايه الزو نذكر الزو عروق ايش عندك مسؤول برشا برشا خليها في ستر ربك زملايا بنتي برشا وراه نعطي بها مساسي نعطي 700,000 وكل مره نعطيهم بالتقسيط وكل شيء فهمتني وبيد واحده انا تو في الدار انا بركه فهمتني نخدم فماش مدام ماهيش تخدم والله هاي دبرت خدمه لا متى انا بربي بخدمه باش ما نكذبش صريح انا يا بنت الناس ما نكذبش صريح ربي سهل الحمد لله هو عايشين ما نحرموش رواحنا في المستطاع ما نحرموش رواحنا ما نسوش نتاع الناس والحرم هذيك حاجه ما نسوش نتاع الناس وما ناخذوش نتاع الناس وما نفكوش نتاع الناس نعيشوا باللي عطاونا ربي سبحانه عز وجل وكهو وانا عايشين البعض ينقد برشلونه يقول لك ولينا كيما الهند هيك ترى انت شنو ترى انت هاي يعطيني انت ترى احساسك انت ترى شنو ترى انت ياسر براوت فريب على جنب براوت ولات لازم تنظم البلاد من الاخر لازم تنظم البلاد ولازم شويه ردع لازم شويه ردع خليها كروني انا مكروه مكروه خليها كروني اه يكرهوك هي بتبيع ما بس تقول الحق ما الحق في البلاد تكرهها راه الحق في المجتمع هذا يتكرهها اللي يعطي حق يتكرهها هي ردع اختي العزيزه ما تجيش برشا ناس باني شادين كيس كان يروني نهار اخر يعطوني تريحه انت تو نفس نتذكر نهار اخر ما عادش نلبس اللبسه هذه لا لا فهمتني اي ما نظام اختي العزيز نتنظموا نعيشوا بلاش نظام ما نسموش نعيشوا راه مش انا مش راهو نصب بركه راهو كل مجتمع التونسي الكل تي حتى بازارات اختي العزيز حتى بازارات مش منظمين حتى البازارات مش منظمين حتى البازارات مش منظمين انا نعطيك انا اختي العزيز من ناحيه من ناحيه الجوده من ناحيه كل شيء من ناحيه الزوده وكل شيء غش هنا تحكي ما نعرفش باش نقول لك غش اختي العزيزه انت تعرف انت ترى بيت تشري سانديل اختي العزيزه 50,000 تلبسه نهارين من بعد يتقطع لك اختي العزيزه انت ما هو الحق ولا لا فهمتني التونسي ولا هرب للفريب اختي العزيزه اه سوال فريب الله يرحم باش نكذب الله يرحم الفريب بنلبس بولو ما نجمش نلبس البولو ما هو الرسم ولا لا بنلبس تيان ما نجمش نلبس تيان فهمتني اختي العزيزه الله يرحم الفريب فهمتني تعرف تختار تعيش في البلاد فهمتني انا تعرف بوتيكات ما عندي خداش يمكن من 98 من 97 ما عادش نشري منهم بوتيكات تاع تونس ما نشريش منها ما عادش نشري منها ما الغال ما نشريش ما زعما جوده هي اخذري لي تحب نحكي لك انا من الاخر خلصت الكلام نتاعنا هذا باش نخلص كلامنا ريت حاجاك عجينا وتخلفت ببعضها هكاك اختي الهدي كل بدون استثناء ما نحكوش عن نصابه بركه ولا نحكو الكل خلي لي كلمة الختام ربي يوصلها البرلمان البلاد هذه ربي يوصلها البرلمان واضح اختي العزيزه ربي يوصلها البرلمان وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله نتفائلوا ديما خير اللي جاي ان شاء الله هذه خير وربي يعينكم شكرا